بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. الحقيقه انا عايز اقول يمكن احنا اهو يمكن النهارده 18 نوفمبر، يعني الشتاء دخل، فعايز افكركم وافكر نفسي بان البرد بدا يدخل، وفي اماكن بعض الناس فيها ممكن ما يبقاش عندهم بطانيه عشان خاطر يتغطوا بيها في هذا البرد الداخل والبرد القارس، خصوصا في مناطق نائيه وفي الصعيد وفي بعض محافظات وجه إبلي وبحري. فهي دعوة من خلال واحد من الناس. لو تفتكر كنا عملنا مبادر قبل كده ان احنا نوزع 1,000,000 بطانية، فانا بعلن النهاردة في حلقة واحد من الناس ان احنا عايزين نبدأ حملتنا بتوزيع 1,000,000 بطانية. 1,000,000 بطانية، كل واحد في كل شارع وفي كل حارة في مصر بيسمعني وعنده قدرة انه يقدر يعمل ده مع حد محتاج لبطانية في عمارته في حيه في الشارع بتاعه، ارجوكم بس اللي علينا يقول لنا انا جبت بطانية وزعتها. احنا كمان هنبدأ نعمل هذه الحملة مع بعض شركائنا في الخير، وهنوزع في مناطق مختلفة ان شاء الله. عايزين نوصل 1,000,000 بطانية ان شاء الله خلال اسبوع. انتوا قدرتوا في هذا البرنامج تعالجوا مرضى بالملايين في يوم ويومين، فانا واثق ان حملة 1,000,000 بطانية هنقدر نعملها على طول. الحاجة التانية اللي عايز اقولها لحضراتكم هي مبادرات الخير. كنا قبل كده اعلنا عن مبادرة تلاجة الخير، اللي هي التلاجة اللي بنحطها في الشارع وكل واحد محتاج ان هو ياكل ومن غير ما يكون عنده خجل انه يستأذن، بيفتح التلاجة وبياكل على طول. المشروع ده بدأ ينتشر في اماكن كتيرة جدا في الجمهورية الحقيقة، فانا برضو حبيت اقول النهاردة ان كل واحد هيعمل تلاجة خير في الشارع بتاعه ياريت يبعت لنا ويصور لنا، عشان بس نبعت نقول ونقول للناس كلهم ان الدنيا لسه بخير وان تلاجة الخير موجودة في كل شوارع مصر. هو ده التكافل الاجتماعي اللي احنا بنتكلم عليه. حاجة التالتة بفكركم احنا بنقدم لكم ايه في البرنامج. علاج لغير القادرين، مشروعات صغيرة لكل واحد عايز يعمل مشروع وياخد حاجة جميلة وشغل جميل من عرق جبينه. تركيب اطراف صناعية، عمليات العيون بنعملها المية البيضاء بدون أي مقابل، جهاز العرايس 5,000 جهاز عروس هذا العام، وإن شاء الله مع بداية العام هنعلن كمان عن مفاجآت أخرى كتيرة. أرجوكم اسعدونا بطلباتكم ورغباتكم. في بداية الحلقة النهاردة الحقيقة معايا واحد من الفنانين اللي بنحبهم واللي امتعنا بفنه الشعبي الجميل وصوته المختلف اللي مش شبه واحد او اتنين، لا ده راجل ليه شخصية خاصة جدا، وهو انسان بيجري وراء احلامه بشكل جميل، قدر بالصبر والاصرار والتحدي انه يبقى واحد من الناس اللي بنشوفهم ونحس انك تعرفهم وان هم في بيتك وبينك وبينهم عشرة جميلة جدا. هو الحقيقة النهاردة معانا مش بصفته فنان، هو النهاردة معانا بصفته أب، وهو الحقيقة قصة إنسانية. يعني أنا بشوف إنها قصة مهمة جدا. إزاي إنسان يروح يسعد الناس في أفراحهم ويدخل البهجة والسرور لقلوبهم وهو من جوه بيبكي وهو من جوه بينزف؟ ليه؟ لأنه فقد أعز وأغلى إنسان في حياته، ابنه. إنسان بيروح يسعد الناس وهو جواه حزين ومهموم. إسماعيل الليسي المطرب الأب المكلوم معنا في واحد الناس. أنا أسأل حضرتك، إزيك إسماعيل؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أولا البقاء لله، دوم لله وحده، وربنا يرحم ابنك رضا ويسكنه فسيح جنة. الحمد لله. وعايز أقول لك إن في حديث لرب العزة سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى،
بيسأل ملائكته لما بيموت ابن عبد من عباد الله، فبيعرف ربنا سبحانه وتعالى رد فعل العبد ده ايه. هل انتزعت فلذة كبدي؟ ماذا فعل؟ قال وحمد وشكر. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي في الجنة بيتا اسمه بيت الحمد. الحمد لله. فثق ان بإذن الله ربنا يبني لك قصر في الجنة اسمه بيت الحمد، وابنك رضا يكون واقف على بابه ان شاء الله ويدخلك فيه. حبيبي يا استاذ الله يخليك، احكي لي عن رضا، عن علاقتك بيه. رضا ابن عمري، يعني انا كان نفسي اقول حياتي اتجوز وخلف عشان اجيب رضا اسميه على اسم والدي يعني الله يرحمه وكده. فكان شقي بقى وبيلعب كتير، هو كان ابن موت الله يرحمه، يعني شقي يهزر كتير يضحك كتير يتكلم كتير. شبهك جدا يعني، سبحان الله العين واحدة الله يرحمه. فده كان احلى حاجة في حياتي، يعني صاحبي واخويا وابني وكل حاجة يعني كانت بالنسبة لي والله. ولا عشان يعني ما بحبش اتكلم، يعني انت لو تلاحظ كده انا ما بخرجش اتكلم خالص، اللي بيتكلم واللي بيقول واللي بيعيد واللي بيقول، انا همي كله في حاجه واحده، ابني راح مني. انا بالنسبه لي بعد بيني وبين نفسي اقول الحمد لله، يمكن كان حصل له حاجه، يمكن كانت عربيه خبطته، يمكن كان عايش معوق، بعد بيني وبين نفسي كده اقول كلام كده. وناس كتير تيجي لي وتقول لي احنا حلمنا برضا، بيقول لك ما تعيطش وهو مستنيك ومش عارف ايه وكلام من ده. الله اعلم بقى بيهونوا عليا بيقولوا لي كده، فمبقاش عارف يعني. وبالمناسبه ان انا اصلا 30 برنامج كلمني والله، وما يعني ما حبيتش اطلع ولا اتكلم في حاجه عشان ما حدش يقول مثلا، زي ما انت عارف انا يعني انا اصلا بغني من قبل ما اعرف يعني ايه ترند. فعمري في حياتي ما استخدم موت ابني في حاجة زي كده خالص خالص. ابني ده كان كل حاجة، يعني لو علي انا عايز امشي في الشوارع كلها ارسم صورته، خلي العالم كله يشوفه. عايز اطلع كده ويعني مثلا انا بقاعد كده عايز اعيط واوصل للناس دي علاقتي بيني وبين الواد ده كانت ايه، يعني مش اب وابن خالص، حس ان هو صاحبي، كان وشه حلو عليا مرزق كده. اليوم اللي انا شفني يقول لي ربنا يكرمك يا بابا، ربنا يكرمني بجد يعني. ف كنت بحبه قوي يعني، ما فيش حد ما بيحبش ابنه، بس انا كنت بحبه بزياده كتير 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 جدا. والله يرحمه، انا مش عارف اقول لك ايه اصلا. هو ايه اللي حصل يوم وفاته؟ ايه اللي حصل؟ ما فيش، انا كان معايا هو في فرح، كنت في المنوفيه في فرح وفي القاهره في فرح، كان معايا في العربية عمال يرقص ويهزر ويضحك. رحت أول فرح ده قال لي مش هخش، هو كان عنده شخصية كده، يعني عنده شخصية كده مستقلة كده بينه وبين نفسه كده. ممكن مثلا الأطفال تشوف فرح تشوف لعبة كلام من ده، هو الحاجات دي ما بتعنينوش بحاجة يعني، محبش حد يقعد يعامله إنه هو طفل صغير. فجيت خدته معايا رحت بيه الفرح، قال لي مش هنزل الفرح ده. قلت له تعالى اقف جنبي، قال لي لا مش هنزل خليني قاعد هنا. قلت له ماشي. ثلاث دقايق ولقيت العريس والعروسه هم اللي خرجوا جابوه. دخل بقى فضل يرقص ويعني فضل يرقص ويهزر ويضحك ويشد مني المايك ويغني والعريس يقول لي انا عايز هو اللي يغني، انا عايز هو اللي يمسك المايك. مشينا ورحنا المنوفيه وخلصنا شغل في المنوفيه، اوردر تاني بقى. خلاص شغل في المنوفيه ورجعت، كان عندي اوردر تاني كده في مكان بس الوقت متاخر يعني، فما رضيتش اخده معايا. كان فاضل يوم على المدارس، هو كنت انا قاعده مع امي، هو كان بيحب امي واخواتي وبيحب يقعد معاهم وبيحب امبابه، احنا من امبابه هو بيحب امبابه بقى، بيلاقي نفسه يركب يلعب مع الكلب يطلع غيط حمام كده يعني، غير عند والدته بقى يعني عند امه في البيت بيبقى قاعد يذاكر
يتفرج على كوكو مالو مش عارف ايه ما ادرك ايه، يفضل قاعد ما بيعملش حاجه، يفضل كل شويه يكلم ايه يا ابو رضا انت فين يا ابو رضا، اقول انا في الشغل، طب انا عايز اروح الشغل دلوقتي يا ابو رضا مش عايز اقعد في البيت، فاقول له خلاص يا دادا شويه وجاي شويه وجاي، من الساعه مثلا 10 11 اقعد اقول له شويه وجاي شويه جاي لحد ما اروح 4 5. فجيت خلصت في المنوفيه ورحمه في ماركت كبير كده، راح قال لي بابا ما تقف هنا اجيب حاجه، بقول له هتجيب ايه؟ قال لي اجيب حاجه لاخواتي واجيب حاجه ليا. قلت له ماشي، قال لي بس قبل ما انزل من العربيه عايز اقول لك على حاجه، قلت له قول، قال لي تسيبني اجيب كل اللي نفسي فيه. قلت له هات اللي نفسك فيه. انا بحبه قوي يعني. هو الوحيد اللي كان يعرف ياخد مني اي حاجه. فضل يجيب، راح جايب شنطه كده فيها مارشميلو وشوكولاته ومش عارف ايه، عمل شنطتين لوحده كده وما قاليش لاخواته. وراح عامل لنفسه كده شنطه، فقلت له بقى يلا تعالى روح معايا. قال لي انا النهارده اقعد بقى اليوم كله في امبابه، واروح بكره عندنا البيت عشان اروح بكره المدرسه. قلت له خلاص بس اخر يوم ما تقعدوا النهارده، قال لي خلاص اخر يوم. فانا جيت عديت من ناحيه امبابه كده اهو، ورحت ايه موصله، اخواتي نزلوا وخدوه مني وكده وطلع، كان نام بقى في العربيه اصلا. طلع نام ساعه الساعه 12 الظهر كده ولا 11 ونص. قال لجدته عايزه افطر يعني. قالت له تفطر يعني؟ عايزه اكل طعميه ومش عارف وايه وايه وكده. قال كل ده يا رضا؟ قال له اه. قالت له تعالى ننزل انا وانت نروح نجيب. نزلت راحت بجابت الحاجه دي وراحت طالعه عملت له الفطار فطر. وابويا فين؟ انا عايز ابويا يجي، انا عايز ابويا يجي. قلت له ابوك لسه مروح نايم. ابوك شويه يا رضا وهيجي. قال لها طب انا عايزه، لا طب انا عايز انزل ويفتح، عايز يفتح الباب وعايز ينزل. قالت له اقعد لسه الساعه 12 ولا 12 ونص، اقعد شويه. قال لها طب انا نفسي اشرب كوبايه لبن. فاحنا عندنا والدتي بتجيب اللبن تحطه في الفريزر. تعوز تطلع يعني عشان ما تجيبش وكده. فراحت مطلع لبن وغاليه له لبن. خدت اللبن من الفريزر دخلت جوه المطبخ تعمل اللبن. كان هو بقى ركب الشباك وقعد على ايه؟ على الشباك. في كنبه كده زي دي كده. الشباك كده. هو بقى طلع هنا كده وحاطط رجله هنا اهو كده اهو ومخده وراح قاعد على الشباك كده. الشباك ليه جرار اللي هو الالمونتال ده. الجار بقى اللي في الوش يعني انا ما شفتش. هو بقى الجرار ده باين هو قاعد نام او هو قاعد جسمه تقيل، هو كان مليان. الجرار ده جري بيه كده نزل بدماغه على التكييف، من على التكييف راح وقع على السطح. سته خرجت فضلت تدور عليه تدور عليه تدور عليه، بصت لقيت لمه قد كده في السطح اللي في وشنا. الناس اللي ساكنين اما وقعت هبد على السطح طلعوا بقى على فوق. كان عمال بقى يترعش كده يعني زي سكرات الموت كده. والله يرحمه يعني، ما يعزيش على اللي خلقه. بس لكن دول العاشر؟ هي امي ساكنه في العاشر. هو نزل من العاشر للثامن على دماغه بقى، نزل على تكييف، التكييفات اللي بتبقى بره العماير دي وكده. فنزل على التكييف، الحمد لله ده لطف من ربنا يعني، ان هو ما نزلش من العاشر للارض. يعني كان هيبقى المنظر صعب جدا يعني. يعني وقع الثامن. هو وقع من عند امي من العاشر للثامن على التكييف. التكييف نطروا على السطح اللي في وشنا. يعني دي برضو كان مستعجب لها. يعني نطروا على السطح اللي في وشنا دي وهو جسمه مليان. يعني دي بتاعت ربنا بقى. الحمد لله. انت عرفت امتى؟ كنت انا لسه مروح، رحت دفعت له مصاريف المدرسه. كم سنه كان؟ الصبح كان سنه ثانيه. يعني داخل سنه ثانيه. من عنده 8 سنين ونص. رحت في نفس اليوم ده بقى خلصت شغل الساعه 9 الصبح. ورحت رايح دفعت له بقى مصاريف المدرسه والبوكليت والباص وكل حاجه. دفعت الفلوس. ورحت مروح قعدت اقول لوالدته انا اروح ابات مع رضا في امبابه، انا اروح ابات مع رضا في امبابه. طب هتسيبنا وتمشي؟ ما انت لسه جاي وبصي تعبان ازاي مش عارف ايه. طب نام، ما انت كده كده هتصحى وتروح لرضا.
فنمت حد كده من عندنا من امبابة، لقيته جه طلع الساعة 2 خبط عليا بقى بيخبط جامد. فأنا ونومي خفيف جدا، قمت جريت بفتح الباب فيه، قال لي تعالى في مشكلة. ولاد عرقان بقى، في ايه؟ قال لي في مشكلة يا ابني. في ايه؟ رضا مات. رضا مات؟ قال لي رضا مات. اقسم بالله العظيم ثلاثة، ما بكذب عليك، في حرف حسيت والله العظيم ثلاثة. وراح متبني اللغلة حاجة في حياتي هو ده كده بالحرف الواحد بس. ف يعني نزلت بقى، ما اعرفش انا يعني وصلت امبابة دي ازاي، انا مش عارف. وصلت طلعت اجري على فوق، بفتح يعني كانوا لافينه بملاية بتاعت سرير كده، وفي دم بقى ايه من هنا كده عمال ينزل كده هنا كده، ودم من هنا كده نزل لهنا على وشه. فضلت بقى فتحت الملاية دي، لقيته اكني واحد بيبص لي وبيضحك. مش متخيل اصلا يعني، يا متخيل ان هو مات ولا متخيل. يعني كان معايا قبلها بثلاث اربع ساعات، يعني كان معايا وعمال يضحك وعمال يرقص وعمال يهزر. في اليوم ده انا منزل له فيديو الساعة 6 الصبح والناس كلها نايمة. الفيديو ده نزلته 6 الصبح، الساعة 10 الصبح انجاب 800,000. الكومنتات كلها ضا 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 ضا، وعمال يرقص ويضحك ويهزر بس. بدلت كده يعني 10 12 يوم، حاسس ان انا يعني بالنسبه لي الدنيا خلصت. انا بيني وبين نفسي كده حسيت ان الدنيا خلصت ومفيش حاجه ليها لازمه، يعني اكنك خدت من واحد عينه وقلبه وروحه وكل حاجه ابني ده. الحمد لله يعني، وراضي بكل اللي جيبه ربنا. والله هو ربنا اللي جابه وربنا اللي خده، بس هو الفرق وحش يعني. بيوحشني كتير قوي، ما بقاش عارف اعمل ايه. بقى كتير اكلم نفسي انه هو يعني ربنا كان خدنا انا وكان خلاه هو. والله عملت له اغنيه اسمها ابن عمري، كل اغنيه يعني كل كلمه في الاغنيه دي لرضا والله، ولا عشان تنجح ولا عشان تخسر ولا عشان اي حاجه، ولا انا محتاج حاجه والله، ولا عمري جريت ورا حاجه، ولا عمري جريت ورا برنامج، ولا جريت ورا فيلم، ولا جريت ورا حاجه. كل الناس صحابي، ما بطلبش من حد حاجه. اللي بيعوزني في حاجه بروح، ما بيعوزنيش في حاجه. انا يعني بقول رزقي ربنا هيبعته لي في اي حته، وربنا كان بيرزقني عشان خاطر رضا وعشان خاطر بناتي وامي واخواتي بس. الحمد لله يعني. بيجي في بالي والله تلات ارباع شغلي بيبقى في صلاح سالم، طار الدفاع الجوي بالاسلحه الذخيره في الحاجات دي. بعدي من هناك على طول، اخش اقعد كده اقرا له فاتحه، اقول له انت وحشتني وبمشي بس. الحمد لله يعني. ما زاركش منام ولا مره اسماعيل؟ والله جاي في مره كده وبيلعب، بس انا ما بحبش اقعد اتكلم في الكلام ده بقى. يعني الناس تقعد تقول لك بقى بص بيقول ايه ومش بيقول ايه وتخاريف ويدور لك بين ترند، ولا فارق لي اي حاجه والله من الكلام. انا بقول لك انا بالنسبه لي الدنيا خلصت بس. يعني قاعدين كده لحد ما ربنا يجمعني بيه على خير ان شاء الله.
بقيت خايف اعمل اي حاجه والله، تحسب عليا غلط ولا اي حاجه عشان نفسي وحياتي. اما اموت ان شاء الله باذن الله يعني ابقى معاه واشوفه كده واكلمه واخده في حضني كده، شوف هو كبير ان شاء الله. بس صاحبك قوي صح؟ ايه؟ صاحبك. بقول لك ابن عمري. لو انا عمري 100 سنة وهو عمري 8 سنين ونص اللي هو عاشوا معايا دول. ما حسيتش ان الدنيا ليها طعم من لما الواد ده جه. كل اب بيحب ان ابنه يكون احسن منه. والله كنت بعمل له كل حاجة عشان يبقى اي حاجة والله في الدنيا، عشان يبقى احسن مني. كان نفسي اشوفه حاجة كبيرة بقى، ايا كانت هي ايه يعني. شايفه شوفه نجم كبير على طول في كل حاجة، بيعمل حاجات ناس عندها 15 20 سنة و30 وما تعملهاش. زي ايه؟ حاجات كتير والله. يعني رضا ده في مرة خلاني قاعد وراح داخل، كنت بغسل وشي في المكتب عندي، دخل الشنطة لقيته ماسك عمال ياخد فلوس. انا كان معايا فلوس خمسينات كده، بل ياخد ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، والمية جنيه دي بقى بتاعت الكلب. وراح ماسك الفلوس في ايده كده 300 جنيه. فضلت انا سايبه وشايفه عايز اشوف هيعمل ايه يعني، عشان لو خدهم هو اقول له غلط عيب، ما ينفعش المفروض تقول لي كده. لقيته خرج احنا في امبابه عند الكافيه بتاعي كده، فخرج بره لقيت ستات كبيرة كده 50 و55، فهم كانوا بيقولوا أبو رضا فين ومش أبو رضا فين وكده، احنا عايزينه كده. فراح هو العيال بيقول أبو رضا مش موجود. قال لها لا أبو رضا موجود، هو رضا. قال لها أبو رضا موجود وقاعد ورا، تعالى أوديك عنده. فهي أما جت عند المكتب ورا فبيقول لها أنت عايزة إيه؟ قالت له مش عايزه حاجه يا ابني والله، بس انا رجلي وجعاني. راح منادي اللي شغال في القهوه، وكانت شخصيته قويه، خد تعالى هات كراسي هنا وهات لهم حاجه يشربوها. اسمع اللي انا بقول لك عليه، الكافيه ده بتاعي. الواد راح ضحك ودخل قال لعمه، وراح عمه قال له اعمل له اللي هو عايزه. وراح داخل واخد فلوس، لاني بتشطف جوه في المكتب، راح واخد فلوس وراح مدي كل واحده فيهم 50 جنيه. راح ادينا الشربة الحاجة واخدين فلوس وماشيين. فجيب ما هو دخل بقى المكتب ناديته، فبقول له بتعمل كده ليه؟ قال لي مش انت تبقى قاعد والناس بتيجي وبتديهم وكده؟ قلت له، قال لي خلاص وانا برضك عايز اديهم، مش معنى انت تديهم لوحدك يعني، انا كمان عايز اديهم. كان حنين بقى، حب الكلاب يعني. ده كان ليه فيديو ورب يكون والله لا ولا انا ولا امه ولا حد مصوره له، عمه اللي مصوره. امه قاعده بتقول له انا جايبه لك وجبه، خلي بالك ب 400 مش عارف 60 جنيه ولا ايه. فرح قال لها افتحي جبت كروسلو؟ قالت له والله. طب افتحي. راحت فاتحه له الاكل، جايب الكلب معاده جنبه ياكل المعلقه كروسلو، وياخد معلقه كروسلو يديها للكلب ويرجع ياكل بالمعلقه تاني. امه تزعق له، يا ابني هيجي لك مرض. يقول لا مش هيجي، احنا بنطعمه، ابويا بيطعمه. ياكل حته عيش ويدي الكلب حته عيش، ياخد فلوس مني يجري يجيب اكل للكلب، يجري يروح يجيب اكل ويطلع عند عمه الحمام ياكل الحمام. هو كان عاشق من عشاق الحيوانات وما بيخافش خالص يعني، ولا يخاف من كلب. انا ما كنتش بحب الكلاب ولا بحب الكلام ده خالص. هو بيعشق حاجه اسمها حمام وكلاب وعصافير وقطط، يعيش معاهم. عندنا قطه في البيت مسكها كده، مالك ياما في ايه ياما، بيقعد يبص في القطه ويحضن فيها يا ابني، ويحطها جوه التيشيرت بتاعه يا ابني، يقول لي انا حطيتها جنب الكرشه هنا بس، سيبها بس شويه.
يا ابني بس يقول لي لا سيبها. وقبل ما يموت والله يعني جاله حاجات كتير من كتر شقاوته على التيك توك. والله جاله فيلم وجاله اعلان وجاله مش عارف يعني جاله ثلاث اربع حاجات في الشهر اللي هو مات فيه. وخدته ورحت بيه وديته مكتب كبير مكتب كاستنج ومش عارف ايه. هم اللي طلبوه هم اللي عزوه كان في فيلم يعني بتاع نجمه كبيره. وهي هي اللي مختاراه قالت لهم انا عايزه ده. قعدوا معاه انا بقول لك كنت بحس ان هو نجم كبير. قعدوا معاه قالوا له احنا عايزينك انت مامتك بتاعت مراجيح وانت في المدرسه والناس بيقولوا لك في المدرسه يا ابني بتاعت المراجيح وانت بتمسك العيال تضربهم وكده. وخد الكلام من هنا نفذه في ثانيه. انا بقيت قاعد مبهور بيه. في ثانية لقيت ممثلة وكاستين والمخرج ماسكين التليفونات وعمالين يصوروا فيه. خد الكلام نفذه وبافتكاسات من عنده هو. فكنت على طول شايفه كده ان هو عارف امه تقول لي ما تودوش امبابه بيقعد يلقط وبيقعد. اقول لها العيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع. لا سيبيه هو واخواته اهو بقى انت بتعلميهم كل حاجه هو سيبيه يبقى زي كده فاهم ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه ويشوف ده ابوه بيعمل ايه والناس ويحبب في الناس وكده. فكنت كل ما يبقى عنده اجازه اخده اودي امبابه. هو كانت عشقه امبابه بحب امبابه ويروح كل حته ويخش كل البيوت اقسم بالله اجيبه من كل حته ويمشي هنا ينادي على ديت عامله اكل ايه النهارده والله والناس تصوره وتقعد توريني. اقعد اقول له مش عيب كده يقول لها مش عيب عادي هما بيحبوني حد اشتكى لك مني اقول له لا اقول له طب خلاص بتتكلم معايا في ايه؟ كنت بحس ان هو كبير يعني سنه الله يرحمه كانت دماغه مسابقه سنه كتير قوي كانوا بيقولوا موهوب حتى الفيديوهات اللي كان بس يا دكتور والله كان بيطبل انا اسف بيطبل طباله دي حس ان هو طبال متمرن بيقعد على الدرامز يغني يسمع اي حاجه يغنيها يشوف اي حاجه في التلفزيون عجباه يعملها بالظبط. ويخليني اول ما اجي بقى من الشغل بسبب شفت مثلا الاعلان بتاع ميكي ويجز ده اقول له يقول لي انت اتفرج عليه كده مره اتفرج عليه يروح قافل الشاشه ويقوم يعمل لي حاجات من الاعلان. كان بيقعد يجيب علي ربيع ويقعد يقلل حركاته بالظبط ويقعد يهزر. حب الاغاني وحب التمثيل وحب الهزار والضحك 24 ساعة كان بيموتني. كنت بحس في اوقات كده ان انا مش ابوه ان واحد من معجبينه واحد من جمهوره يخش عليا كده يموتني من الضحك هزار وضحك وكلام وكل حاجة. كنت ببص في وشه كده كان ربنا بيكرمني والله. بس الحمد لله الله يرحمه. كان واخد منك ايه؟ والله غير غير الشبه طبعا الناس الشبه بتقول كان واضح الشبه الناس خباك. انا وانا صغير كنت تخين جدا يعني اغنيه سالت كل المجروحين دي انا كنت 160 كيلو على حاجه. اه والله فاكراني يا دنيا فاكراني دي عملتها بتاعت حريه فرغلي مسلسل فيلم القشاش برضو كنت مليان جدا. انا خسيت بعد سالت كل المجروحين. ناس كتير تقول لي بقى خس والشكل ومش عارف ايه. محمد رمضان قال لي خس وطور من نفسك وكده بس ما تعملش عمليات خليك جيم وخليك مش عارف ايه وايه. فابتديت بقى يعني دخلت في حته كده بقيت افهم بقى عملت عمل واثنين وثلاثه. بعد كده بقى ما عملت مسلسل الاسطوره كنت خاسس بقى كتير بعدها خسيت اكتر. فهو كان زي وانا صغير انا كنت اشتري حاجات كتير وممكن اكل من كل حاجه واحده واسيبه. عارف انت النفس اماره بالسوق كده يعني. فكان هو زي بالظبط وكان حنين قوي طيب طيب جدا يدي اكل ده ويشرب ده ولو شافني مره شافني بزعق للسواق راح قايل لي انت بتعصب نفسك وبتضايق نفسك ليه؟ قال لي هو ما جاش ممكن انت تاخد منه من هو انت مثلا بتدي له كام؟ قلت له بدي له قد كده. قال لي ممكن تخصم منه 100 جنيه
وتقول له انا خصمتها منك عشان انت اتاخرت. وانا بحب اقعد اسمع له بقى. قلت له اه. قال لي بس ما تاخدهاش عشان حرام، عشان هو اشتغل. فقلت له حاضر يا دادا. فهو كان جميل والله. سنه خالص ده حكيم. هو والله العظيم ثلاثه. اقول لك على حاجه، قبل ما يموت دخل الجامع صلى. وخرج من الجامع دخل عدى على كل واحد في المنطقه، وكل حد هو بيحب يروح عنده يطلع عند الدكتور عمرو، عامل ايه اخبارك ايه يا حمد؟ يقول له يا دادا تعالى اقعد، يقول له انا جاي اسلم عليك. وينزل يخش الشارع اللي بعده، ويخش هنا ويخش هنا ويخش هنا ويخش هنا، لف على المنطقه كلها. كنت بحس انه يعني شفت له فيديوهات كان عنده فرط حركه شويه. اه كان عنده فرط حركه، ما يقعدش ساكت، يقعد هنا يقوم من هنا، يقعد هنا يقوم من هنا، يقعد هنا يخش الاوضه جوه، يخرج من الاوضه هنا، يخش الحمام يستحمى، يخرج من الحمام يقعد قدام التلفزيون، ما بيقعدش. وانا كده خلي بالك، انا ما انا ممكن انام ساعتين اكني نام 12 ساعه. كان واخد صوتك؟ هو كان صوته حلو، كان بيغني. اه بس يعني بسيط كده يعني، كان لسه برضه كان صغير يعني. شفت له فيديو كان بيغني؟ ده كان بيقعد، ده كان عامل جمله، كان يقعد يقول الولد ده اهو بيرقص كده اهو، الولد ده اهو بيعمل كده اهو. كانت الناس تشوفه في الشارع تقعد تنادي عليه الولد ده اهو، الولد ده اهو. ده في مره امي ما بتحبش تروح ولا ساحل ولا هنا ولا هنا ولا هنا، فكنت اجي مسافر انا ومراتي اقول لامي تعالي معايا يعني، تقول لي لا انت بتروح هناك الساحل ده مش عارف انا حاجه، ولا عايز اقعد قدام البحر، اقعد قدام الهوا، اعمل لكم شويه اكل. قالت لي انت راح تعملي اكل هناك؟ ما انت بتعملي اكل هنا، تقعدوا تجيبوا اكل جاهز، انا عايز اخد حاجتي من هنا واروح اسكندريه. مين اللي شبت فيها؟ رضا. حجزت لهم ووديتها اسكندريه. كل يوم على التيك توك الاقي 30 40 فيديو لرضا ماشي ورا جمهور، مش ورا، مش ماشي ورا نجم ستار. ناس كتير. مرة عند بير مسعود ده أمي بقى تحب تنزل وتمشي، يقعدوا على البحر بالليل لحد الساعة 10 11. نزل في يوم الساعة 5 المغرب. الفيديو ده نازل عنده جايب مش عارف 10 مليون ولا جايب على صفحته هو. رضا ده عمل صفحة، أما لقيناه بيعمل كده أخويا الصغير عمل له صفحة. أقسم بالله 14 يوم، 14 يوم صفحة رضا 105,000 التيك توك، وفيديوهات ملايين، فيديو مليون، فيديو 2 مليون، فيديو 3 مليون. وكان في حته كده بتاعت ربنا، هو مرزق. انا اعمل اي اغنيه اعملها معاه تنجح، واي اغنيه هو يغنيها لوحده من غير ما انا اقول له يسمعها ولا ايه بيرددها كده اهو، اعرف ان الاغنيه تنجح. هو كان وشي خير عليا. كان اكتر حاجه بيحبها ايه؟ بيحب الحيوانات والاكل. اكتر الناس كان بيحبهم ايه وانت بتودوهم بعد ما توقف؟ بحب عيل اسمه حلاوه كده، كان بيطلع معايا على طول، شغال معايا في الفرقه، بيطلع على طول معايا في الفيديوهات وكده، هو بحبه قوي هو. وبيحب كل الناس اللي شغالين معايا، وبحب اخواتي، وبيحب كل الناس والله. بحب يلعب. انا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن استاذنك اسمع الاغنيه اللي انت غنيتها له؟ ابن عمري. ممكن؟ ماشي لو سمحت. جنبيك المايك. يا ابن عمري عارف انت تبقى ايه، انت ضغر اللي انا بتسند عليه، انت تحوشت الليالي والسنين بعد منك، قول لي طبيب قال مين بعد منك، قول لي طبيب قال مين.